السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم السادس من بطولة المياه الذائبة أو ميلت ووتر تشيس تور فاينلز، اسم طويل جدا، يتقابل ماجنس كارلسن بطل العالم مع أنيش جيري. أنيش جيري لاعب هولندي قوي جدا، تقييمه 2700 وي، يعني رجل من نادي ال 2700، ودايما له يعني ينكشوا بعض على تويتر كده، هو وماجنس يقعدوا يرموا افيهات على بعض وينكشوا مع بعض كده على تويتر، فهم اعتقد اصدقاء لكن دايما يحبوا كده ايه يولعوا السوشيال ميديا زي ما بيقولوا كده. لعبوا اربع مباريات اسخف من بعض الحمد لله، يعني اربع تعادلات دمهم تقيل، مش هنبص عليهم وحشين، اكيد مش وحشين وفيهم افكار وفيهم كل حاجة، بس يعني وصلنا لأجمل للبونبوناية اللي في الآخر اللي هي أول ماتش بليدز، وأنيش جيري يقترح عليه أحد مدربيه أو أصدقائه فكرة يلعبها الماجنس في البليدز، وبالتالي ماجنس يتاخد منه شوية وقت لأن شكل أول مرة يشوفه وهيتعامل مع حاجة جديدة. تعالوا نشوف ليه ماجنس ماجنس، ليه بطل العالم بطل العالم، هل علشان حافظ كتير ولا علشان راجل مخه نظيف؟ جيبها لك بالبلدي كده، لا عشان راجل مخه نظيف، مرن، ذكي. تعال نتفرج على اللي حصل. بيبدأ مالك من صاحبنا أنيش جيري وعليها C5 من ماجنس كارلسن، نايت. هذه النقلة بيسموها دلوقتي ذا ماجنس سيسيليان، سقلي بتاع ماجنوس اللي هو نايت سي 6، تاني نقله اللي هي لا تايمانوف ولا ناكدورف، لا نايت، مرحبا بالروسوليمو، ده اسمه الروسوليمو اتاك. وماجنوس بالاسود كان محضر الشكل ده في بطوله العالم ضد فابيانو كاروانا كويس، فهو عنده خبره جيده جدا في هذا الشكل بالاسود. E6 تبيت، والحصان يجي يعني يحمي صاحبه، تاكل بالحصان. D4 افتح لي السنتر، takes knight takes، وماجنس يلعب كوين B6، يسأل سؤال، هل انت الفيل ده جاي تربط ولا تاكل ولا جاي تمشي، لان في تهديد دلوقتي حصان في حصان، تاكل بالوزير واكل فيلك لان اللي حامل الفيل هو الحصان. بيست موف على الانجن نايت تيكس نايت، تاكل بالبيدق ويرجع بيشب دي 3، والماتش ده اتلعب كتير قبل كده، اتلعب 10 مرات قبل كده الشكل ده. لكن تاني نقله بيست موف على الانجن هي بيشب اي 3، والنقله دي هي تاني احسن نقله على الانجن، وانيش لعبها كتحضيره اللي هو ايه ده، في ايه دي نقله جديده بقى ماجنس ما شافهاش، وماجنس اول فعلا ما شافها عمل اللي هو انت سايب لي حته، هو في ايه لسه، فعلا كانه اول مره يشوفها او اول مره تتلعب قدامه. فقام واكل متوقعا ان الوزير هياكل الفيل هياكل دي بقت حته. بانت فكره انيش بانه هيلعب A4 وما تقدرش تاكل علشان الوزير دلوقتي مطلوب، فمتوقع مثلا ان يعني E5 هتتلعب عشان حماية وعليها C3 والقطعة هترجع والأمور تمام، وفي نفس الوقت هو عمل شوية إضعافات للأسود بعد ما تلعب E5. والله يعني متشكرين يا عم أنيش على التحضيرة اللذيذة. النقلة الأولى على الإنجن العب E5، النقلة الثانية على الإنجن هات الحصان هنا، النقلة الثالثة على الإنجن العب A6، النقلة الرابعة على الإنجن كوين D6، النقلة الخامسة على الانجن نايت G6. ماجنس ملعبش ولا واحدة في دول. ماجنس معاه دلوقتي 5 دقايق و9 ثواني ولعب نايت تيكس بيشوب، كمبيوتر بيقول تفوق 1.9 للأبيض، معاه 1.9 تفوق. وبص على وقت ماجنس، أخد تقريبا دقيقة علشان يضحي الوزير في 3 قطع خفيفة، ماتيريالي سبيكينج 3 قطع خفيفة ب9 نقط
قد وزير ب9 نقط. الناس السوفيستيكيتد الدقيقين شطرنجيا بيقولوا ان الفيل ب3 وربع، قوته 3 وربع، يعني كأن الاسود اخد 9.5 بوينت قصاد 9 بس وزير، يعني كأن الاسود معاه نص زيادة. لكن الكمبيوتر شايف ان التفوق ده مش حقيقي في الشكل ده، نتيجة ان القطع بتاعت الاسود لسه ما طلعتش. ماجنس في الدقيقة دي شاف بدماغه ان ال3 قطع اللي هيتاخدوا دلوقتي، لاحظ ان الاسود مقدرش، الابيض مقدرش يرجع القطعة بتاعته عشان رخه متعلقة. فلو عديت الماتيريال هتلاقي فيلين وحصان قصاد وزير. اولا قوة الفيلين قوة كبيرة، ماجنس اخدهم. تاني حاجة ماجنس معاه الفيلين، دي حاجة قوية، بس مشكلة ماجنس دلوقتي انه متأخر في التعبئة. ملكه حتى الان امن في السنتر، بس محتاج يبقى امن اكتر بعد ما القطع تطلع، يعني القطع محتاجة تطلع في اماكن جيدة ويبيت، يبقى كده اسمه امن. حتى الان ما اقدرش احكم على امان الملك. الكمبيوتر بيجيب تفوق من طريق واحد بس. ليس من السهل على انيش جيري وهو مش محضر ولا متوقع النقلة دي انه يجيب احسن نقل، فعشان كده انيش لعب بشكل منطقي جدا ولعب نايت دي 2 يكمل انتشاره. اكيد مش هيلعب هنا ويكسر حصان في حصان ويعوج بادئه، فكمل انتشار نقلة منطقية جدا. لكن الكمبيوتر بيقول اسمح لي هشرب شفطة مية لو سمحت، وانت متنساش تعمل لايك عشان انا عملت مجهود كبير عشان اعرض لك الفيديو ده بشكل يفيدك، مش مجرد انك تستمتع بتضحية الوزير وخلاص. بسم الله. الحمد لله. مش دي اللي اتلعبت في الجيم، بتلعب دي اللي اتلعبت في الجيم. المفروض كان يتلعب كوين دي 3، والحصان ده بيعاني لانه ما يقدرش يجي هنا ولا في نص الرقعة، ولو رجع هنا هيبقى وحش. ولو رجع هنا مثلا كوين جي 3، هات لو سمحت الحصان، فالحصان يلف كده وانت تطلع كده، وبعد كده دي 5 يفتح السنتر وانت تجيب رخ على الفايل دي او دي، الاثنين موجودين. اعتقد دي اللي موجوده دلوقتي روك اف دي 1، والكمبيوتر بيقول تفوق 2 لان الاسود يعني مش عارف ينتشر قوي. تيكس، تلعب عليها نايت سي 4، عايز تدي كش الجامده دي، تيجي هنا عليها كوين بي 3، يعني بديك لاين من 100,000 لاين. هات ده لو حميت طبعا عشان تكمل انتشارك. تيكس تيكس تيكس، تبييت، والفيل ده بيعاني مش عارف يخرج. لو حاولت تخرجه بانك تلعب حاجه زي كده، هو لسه مبيت اصلا، فانت عليك اللعب ممكن تنزل تكسر كله في بعضه من هنا. وجمهور تربوته فوق 4.5 الابيض في الشكل ده. لكن ده بليدز، وانيش اتوتر، لكن ماجنس اللي مضحي ب3 قطع ووضعه في نص الرقعه لسه ما توترش، بالعكس هو قايم الموقف في دقيقه وشاف ان تضحيه الوزير عمليه. وانيش انت محضر لي يا انيش؟ طب هخرجك بره التحضيره ووريني انت عندك ايه. هي دي قوه بطل العالم الحقيقيه. اوكي، نايت دي 2 من انيش. الحصان لقى وقت يرجع لان اتقفل على الوزير، وهات البيدق. انيش اي 5، هات الحصان. الحصان يروح في الاف 5 مربع قوي. انيش نايت اي 4، ده انا هديك مات وتاخد كش تيجي كده، وبعدين اقوم اديك كش تاني واخد الرخ واموتك وخلاص، انت كده حياتك بقت وحشه، بس الاول هزق عشان تمشي عشان افضي المربع ده. فماجنس يقول له نايت، لو ناوي تنط فانا مغطي المكان ده بالحصان وبالفيل. فانيش يقول له جي 4 امشي، فماجنس يقول له ماشي. مشكله دلوقتي انه لو نط بالكش دي تاكل، لو كلت بالبيدق فانت قفلت اصلا طريق الوزير خالص. واعتقد ان التبييت هنا اوكي، اتش 5 لو مش عايز تبيت تفتح الجناح اوكي. تفوق 8/10 للاسود، وضع الاسود حلو، وملكه مستخبي في البيدق ده امان. لاحظ ان الاسود الابيض كمان ما عندوش قطع خفيفه ينط مثلا بحصان هنا وبعدين يرشق نفسه هنا، مفيش غير رخين مقفول عليهم، ملهاش فايلات مفتوحه، الوزير لوحده قاعد بسرحان في الرقعه، مفيش حاجه. فمش من المنطق ان ده يحصل، ده ما حصلش. ناهيك عن انه لو كان نط
واكل قام اكل بالوزير. ففي تاكتيكال شوت جميله، وقف الفيديو وفكر فيها لو سمحت، وما تنساش تعمل لايك من فضلك. It's knight takes e5، بيدق في السكه تفوق 2 للاسود. لو اكلت كش خدت وزيرك. يبقى بالتالي النقطه دي ملهاش معنى. فانيش قال لك اما غطي المربع ده الاول وبعد كده ابقى نط. ماجنس قال له هو احنا فاضيين لحاجه؟ احنا فاضيين لك، افتح انا مش هبيت ولا حاجه، انا مذاكر من الفا زيرو وكل الحاجات ديت، وبقيت بلعب اتش 4 واي 4 واي 5 واتش 5 وخلاص وبفتح الدنيا اتش 5. عايز افتح الرخ من مكانها، تشتغل من مكانها، مش لازم ابيت. الملك ما هو امن ومؤدب، هو حد هو اشتكى ماشي. المفروض كان يتلعب جي 5 وما يفتحش على ملكه، حافظ ان كل القطع تبقى ورا كده، ونحاول نلعب على تعادل وخلاص. لكن انيش لعب نقله اتش 3، وده سمح لماجنس بانه يلعب بيدق في بيدق بيدق في بيدق، والرخ تشتغل بقى تفوق 1 للاسود. اوكي، وبعدين ماجنس يفاجئه بدي 5 في السنتر، ده بيدق ببلاش ما انا عارف. وبعدين ماجنس يفاجئه بروك اي 4، عايز يجيب الرخ هنا ويغطي، او يجيبها في اي حته ان شاء الله بعد كده بعد اف 5، ودي هتيجي تساعد صاحبتها وتنزل هنا، هنشوف ايه اللي هيحصل. نقل قوي جدا جدا من بطل العالم على فكره روك اي 4، ولا نقله، النقله رقم 5 في الترشيحات، الاولى دلوقتي اف 5، لكن روك اي 4 ماجنس مش شايف اي انجنز، ماجنس هو الانجن في المباراه دي، كل ده من دماغه، كل ده بليدز. انا منبهر بعبقريه بطل العالم، سعيد ان ده بطل العالم اللي انا عايش في الحقبه بتاعته. سي 4 ممنوع تيجي بالرخ يا معلم هنا. اف 5 انا عندي فيلين، لو فتحت الرقعه الفيلين دول هيولعوا فيك. بي 4 امشي، انا عامل بي 4 ايه وبتاع ايه، نايت تيكس ايه يعني، انت مش ما تخضتش يعني بي 4 يعني. زق تيكس، اداله بدائين مقابل انه يفتح شويه فايلات، كش تعالى تيكس. اوكي، الحصان خلص مهمته ومطلوب، رجع ماجنس عد البيادي، هتلاقي ماجنس معاه بيدق زياده، ناهيك عن ثلاث قطع قصاد الوزير، فهو يعني نتش بيدق وسط الثلاث ايه، الثلاث قطع. والكمبيوتر بدا يقول ان الموقف ده صفار، اللي هيلعب احسن هيكسب. خد بالك ان كلمه صفار معناها ايكوال، معناها ايكوال تشانسز تو وين، يعني فرص متعادله للمكسب، غير دروش شكل تعادلي يعني، يعني يعني مثلا زي فيلمين مختلفين، ده درو ماشي. كوين سي 7 الاول لعب روك دي 1، قال يعني عايز يديله مات، ماجنس قال له رجعت بالفيل، ده متغطي ده متغطي ده محمي. بعدين جي 5 ما كانتش احسن حاجه، لان الصراحه يعني ثبتت اضعافات عندك بالابيض. وماجنس يقول له انا كمان راجع بالحصان الثاني، انا ناوي بقى ايه، اعمل حيطه واعمل كده هوت ايدي واستحمل الضرب، ويا تغلط يغلط. كوين روك اف 2 ناوي احتمال يجوز، ناوي يغطي المربعات ديت من الهجوم. كينج اف 7 كش، الحصان غطى، تعال نكسر الرخاخ. ودي كانت علامه من انيش انه بيخسر، انه بيحاول يقول له تعال نكسر وخلاص اي حاجه، انا حاسس ان انا بضيع. فماجنس على الراح بيوسعها، يقول له ماشي نكسر. روك تيكس اي 4، هات انت كمان. ما خدش البيدق على طول، لعب كوين سي 7 اي 5 بيدق ببلاش، لكنه عاوز يلعب بيشب اي 6 وينشط الفيل بتاعه، فكان بيفضيله مكان. يا سلام، خد بيدق بس فضي مكان للقطعه بتاعتي. والبيدق ده مضغوط عليه باتنين دلوقتي، اكل البيدق، كلنا البيدق، اكل البيدق، بقى الشكل كانه يعني بيصفي، لكن الحقيقه ماجنس يعني من امن مكان في العالم بملكه، واقف زي الباشا والحرس الجمهوري حواليه، وضع يعني عجيب. وكمان البيدق ده وقع، هات لو سمحت روك سي 6، هات وزيرك الاول. الوزير مشي، الحصان يرجع مكانه، والرخ حامية الفيل. كينج اتش 2
بيشب سي 4. بص بقى فكره ماجنس، كل حاجه جايه بتمبو بطلب. لاحظ ان ماجنس معاه دقيقه، بيجيب نقلات خطيره وبيلعب بالثلاث قطع احلى من الوزير. هات لو سمحت يمشي، هات وزيرك يمشي، حط الرخ. بص 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 الجمال، جاب الرخ دي مكان الفيل ده، كل حاجه بطلب. هات يمشي، هات يمشي، هات، وناوي يلف كده وياخد البيه ده. مش معقول يعني، مهاره عجيبه. طبعا كان مطلوب وزير في بيدق بكش عشان ده مربوط، رجع حمل بيدق في الميعاد. كينج كش، هات البيدق، تفوق باربعه للاسود. لسه المتعه جايه برضو، المتعه في تحريك القطع بس، قدرته على انه يحرك القطع بمنتهى الجمال. هات الوزير، الوزير مشي، هات الرخ، الرخ ادى بكش في حمايه الفيل. الملك مشي، الرخ رجعت تقطع الملك، الملك مشي، اف 4 هات وزيرك، الوزير مشي، الرخ جايه هنا عايزه تيجي كده وتزق البيدق بالعافيه، وفي نفس الوقت رجعت تحمي زياده الفيل. ضاغط زياده على الفيل، وايه يعني عايز تاكل، هاكل بالرخ ولا حاجه. ربطتني صباح الفل، هتلحق الكلام ده ازاي؟ هات وزيرك، الوزير مشي، زق البيدق، الملك بيقرب، بتقرب في ايه؟ كش كش، وزير انسحاب انسحاب، لا تحضيره ولا بتاع، وزير يتضحى في النقله الثامنه، مش 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 ترشيح انجن خالص، وتكملات في منتهى العبقريه والسلاسه. اعمل لايك، اشترك في القناه، اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.